الفكري، أسمعنا من جديد. اقتربوا، تعالوا، عروض السيرك ستبدأ في الحال. سوف تكون أفضل مدير سيرك. شكرا يا روزي. انظروا، انظروا إلى ما أفعل. واو. تابعوا هذه أيضا. ممتاز. ماذا عنك يا رومبا؟ أنا طبعا سأرفع الأثقال. ثقيلة، سأتدرب أكثر. حسناً، من بقي؟ أنت بخير يا بلبلة؟ بخير، بأحسن حال. بالطبع هذا جزء من الأرض البلبلي. كفوعاً، هذا تهريج. تماماً يا بلبلة، حبات البلوط هي المهرجون. ولدت للضوء. تعالوا معي جميعا، هيا نقدم أفضل عروض السيرك. روزي، ماذا ستقدمين أنت؟ راقب هذا. سأذهب إلى السيرك، إلى سيرك حقيقي. لكني لم أسمع عن قدوم السيرك إلى الحديقة. هل أنت متأكدة؟ فوق. نعم، لقد أخبرتني روزي. هذا مشوق. فوق. سيأتي المهرجون، لاعب الجمباز ورافع الأثقال ولاعب الهولا هوب التي أحبها. انظرا. واو. أنا ونحن أيضا أحببنا الهولا هوب. حقا؟ تعلم مني إذن. هولا. لعبة الهولا هوب هي أن تحركوا خصوركم. تماما هكذا. صحيح. تقريبا. أوبس، عفوا يا كموني. لا عليك يا بينون، نحن نحتاج إلى مكان أوسع لنتمرن فيه. ياه، إنه ثقيل. مهلا، هاتي عنك. هوب. كم أنت قوي يا بينون. قوي. لا يهمني أن أكون قويا، ما أريد عمله هو الهولة. حسنا، أظنك جاهزا لتلعبها الآن. هكذا صحيح، والآن سأبدأ. هذا لا ينفع. ما هذا؟ هيا إلى سيرك روزي فوق تلة فكري، انضموا إلينا. وتحديداً لي. هيا يا بينون، وأنت يا كمون. سيرك، سيرك. اقتربوا، تعالوا. أهلاً بكم في سيرك روزي المدهش. وفي عرضنا الأول، رجاءً رحبوا ببطل كرة القدم والبهلوان المميز في الحديقة، إنه كارس. هذه لعبة ذكية. والآن التالي، نقدم المدهش رافع الأثقال الأقوى، إنه رومبا. تابع يا فكري، أقصد حضرة المدير، أجل عرضي للنهاية. والآن لاعبة الجمباز الرائعة المذهلة والبارعة روزي. ألي
أليست روزي بارعة؟ بل هي رائعة. والآن مع الشجاعة والجريئة المدهشة بلبلة فوق الأغصان العالية. بل الحبال العالية. الحبال العالية. رائع. كفر. العرض لم ينتهي بعد. ماذا عن الرجل القوي؟ يجب أن أرفع هذه. ساعدوني. لا تقلق يا رومبا، أنا قادم. أنت بخير يا رومبا؟ على الأقل رأينا رفع الأثقال. إنه أنت يا بينون. إن لم أكن رافع الأثقال فما دوري في السيرك؟ جرب الهولا هوب. أنا لا أعرف. تحتاج إلى تحريك الخصر هكذا. آسفة، لم أعثر على سيرك حقيقي فاخترعت هذا للتعويض. أحببته يا روزي، إنه أجمل عرض شاهدته. يا هوني مكان. أصبتك. هذا أفضل. دوري. جميلة وباردة، الجو حار اليوم. يبدو أن الجميع في حاجة إلى المياه. مرحبا بينون، أتريد أن تلعب معي في حوض المياه؟ ليس اليوم يا لين، فعلي أن أسقي جميع خضرواتي. إني آتية. احتفظي ببعض الماء من أجلي. ها أنا آت. مرحبا روزي، هل لي في خرطوم المياه؟ بالطبع يا كرز. أصبتك. لقد اتسخت حوامتي من حرارة الجو، سأغسلها. ياهي. اليوم الماء في كل مكان. أليس هذا رائعا؟ النجدة، يا إلهي، يبدو كصوت لين. ما الخطب يا لين؟ يا روزي، فعلت شيئا في غاية السوء. كنت أملأ حوض المياه من الجدول و استخدمت كل ماء الجدول. هذا غير ممكن يا لين. كلا، كرز استعمل مياها كثيرة ليغسل حوامته. وماذا عن اللعب بمسدسات المياه؟ لا فائدة من لوم بعضنا البعض. علينا أن نحل هذا اللغز يا رفاق. مرحبا روزي، هل رأيت عش بطة في أي مكان؟ كلا، هل اختفى العش؟ ماء الجدول اختفى أيضا. أين اختفى الماء؟ لا عش ولا حتى جدول. ماذا سأفعل؟ يا روزي، ما هذا الصوت؟ يبدو كصوت
روزي، لماذا هناك جدار في الجدول؟ ليس جداراً، إنه سد. رائع، أليس كذلك؟ أنهيناه للتو. نات ومات. مت ونات، ما رأيكم في منزلنا؟ مرحباً، كونيدس، أليس كذلك؟ إنهم يعيشون في الجداول ويبنون السدود لصيد الأسماك. هذا مثير حقاً، ربما سأجرب هذا. كل هذا جيد، لكن من سمح لكم بأخذ العصي؟ أصدقاؤك هؤلاء. لم يحدث، قال لنا نحن نتقاسم كل شيء، لذا أخذنا ما وجدناه. ربما كلنا شيئاً كهذا، لكن لم نعني أن تأخذ كل شيء، وبشكل خاص مائي الجدول. إن هذا جدولنا. إنهم يملكون الجدول ويتقاسمونه. هيا يا مت، من الأفضل أن نهدم كل شيء ونبدأ من جديد في مكان آخر. نحن غير مرحب بنا هنا، سوف نعيش سوياً من دون منزل. يا للمساكين. لحظة، خامرتني فكرة أفضل. الجدول ملك للجميع، أليس كذلك؟ هذا صحيح. هذا بالتأكيد. فلنجد طريقة لنتقاسمه. نت ومت، هل يمكنكما هدم جزء من السد؟ أجل، لا مشكلة. عصي تكفي لبناء عش جديد. أرأيتم؟ يمكن للجميع أن يستمتع بالجدول. لن نهدر الماء بعد الآن. أوه، إذن لن نلعب بمسدس المياه؟ الجو حار. ما دمنا نتقاسم. مستعد يا رومبا؟ أجل. يمكننا الانتعاش وري خضروات بينون في نفس الوقت. دورك في ري النباتات يا رومبا. سقيتها بالأمس، وأنا سقيتها اليومين قبل هذا. هناك طريقة واحدة لحل الأمر. مستعدة؟ استعدوا للرش بالمياه.